العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى، أدخلنا وأدخلهم في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. نكمل ما ورد في الكتاب 65 وهو كتاب التفسير، سورة الشورى، وعنوانها الإمام البخاري حاميم عين سين قاف، وهي تبدأ هكذا، وهي سورة الشورى التي تلي سورة فصلت، وهي ثالث سورة في الحواميم، وهي السورة رقم 42 من أول المصحف، سورة مكية نزلت بعد سورة فصلت إلا بعد آيات قليلة فيها نزلت في المدينة، آيتها 53 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي بعض نسخ البخاري سقطت البسملة، يعني بدأ على طول قال ويذكر، لكن في نسخ البخاري بدأ بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم يذكر عن ابن عباس عقيمة لا تلد ويجعل من يشاء عقيمة، اللي هي في سورة الشورى في آخرها، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، فعقيما يعني لا يلد ولا تلد، لأن معروفا أن الولادة مشترك بين الرجل والمرأة، يعني ممكن تكون المرأة صالحة للإنجاب لكن الرجل غير صالح، يبقى هذا الرجل عقيم، ويمكن أن يكون العقم من قبل المرأة، وممكن يبقى من قبلهما معا، كل ده وارد. روحا من أمرنا في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا القرآن، لأن في أول السورة وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، في أول السورة ولقد أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، في آخر السورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالآخر مناسب للبدء، فكأن أول السورة يفسر موضع آخر السورة، وده أفضل التفسير أن تفسر القرآن بالقرآن، وأقوى التفسير أيضا. ومعلوم أن القرآن تحيا به القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه، وتحيا به الأرواح، ومعلوم أن الأرواح حياتها أهم من حياة الأبدان، لأن حياة الأرواح حياة باقية دائمة لا تفنى، أما الموت فيطرأ على الجسد والمرض يطرأ على الجسد، لكن الروح لا يطرأ عليها لا موت ولا مرض، فما يكون سببا في إحيائه يكون أولى. وقال مجاهد يذرأكم فيه نسل بعد نسل، لا حجة بيننا لا خصومة، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت أن أعدل وأمرت لأعدل بينكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله
يجمع بيننا وإليه المصير في الصورة. فهو جايبنا لا حجة بيننا يعني لا خصومة، لا حجة بيننا وبينكم يعني لا خصومة. الخصومة تنشأ في عقل الكافر، أما الأنبياء لا يأتوا بخصومة، الأنبياء يأتوا بالحق. فلا حجة بيننا لا خصومة بيننا وبينكم. يعني إذا ظهر الحق ما فيش خصومة، يبقى اللي ينكر الحق بقى هو الكافر. لكن إذا ظهر الحق ووضح ثم أنكر الحق منكر، يبقى العيب فيه وليست الخصومة من أهل الحق. طرف خفي يعني ذليل، ينظرون من طرف خفي في الصورة برضه، ينظرون لحال الكفار. يعني ايه طرف خفي؟ يعني بذلة، يعني ذليل. وقال غيره يعني غير سيدنا مجاهد ابن جبر: فيظللن رواكد على ظهره يتحركن ولا يجرين في البحر. ده صفة ايه؟ الفلك. ومن آياته انك ترى الفلك في البحر يجرين بأمره ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهر. لأن معروف أن الفلك إلى عصر قريب لحد سنة 1850 بس، شو 1850 يعني من حوالي 250 سنة مثلا، كانت تسير بإيه؟ بالريح. بعد كده لما نشأ بقى الموتور واستعمال الحديد والحاجات دي بقت تسير بطرق أخرى. فإن يشأ يسكن الريح فتظل الفلك في البحر تتحرك بحركة الموج ولا تسير. الذي يجعلها تسير هو وجود هذه الريح. ومن الذي يسير الريح؟ رب العالمين، لا أحد يسيرها بنفسه. شرعوا، ابتدعوا، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى شرعوا يعني شرعوا، وطالما شرعوا من عند أنفسهم يبقى ابتدعوا. باب قوله إلا المودة في القربى. ويقال أن هذه آية بعض العلماء قالوا أنها نزلت في المدينة، والبعض الآخر أنها نزلت في مكة، والراجح أنها نزلت في مكة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إلا دي هل استثناء متصل ولا منقطع؟ يعني هل المودة في القربى أجر فهي من جنس الأجر فتكون استثناء متصل، ولا إلا بمعنى غير فتكون منقطعة وليست أجر أصلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني كأن الآية تقول قل أسألكم عليه أجرا غير المودة في القربة، يعني كأن المودة في القربة خارجة عن الأجر، ناتجة عن محبة النبي أو ناتجة عن القرابة للنبي. فالعرب كانوا لا توجد قبيلة من قبائل العرب إلا وتدلو بدلو قرابة أو نسب إلى قريش، والنبي قرشي، والعرب عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه. فكان يقول لهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني راعوا قرابتي لكم. إذا فهمها على هذا المعنى يبقى هذا خاص بأهل عصره، ويمكن أن تفهم أنها عامة كما فهمها سعيد بن جبير. سعيد بن جبير فهمها أنها عامة، إلا المودة في قرابة النبي، وقرابة النبي مستمرة في كل عصر، ويبقى محبتك للنبي مراعاة لجنابه يجعلك
توده في أهل قرابته اللي هو أهل وده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في البر من أبر البر ود الرجل أهل ود أبيه. يعني إذا مات أبوك كيف تبره؟ تبر في قرابته، تبر في أهل وده. يبقى ودك للقرابة بر بالوالدين، لأن القرابة ما كانوا أقرباء لك إلا من جهة الوالدين، إما أعمام أو أخوال. فصلة الرحم أصلا فرع من بر الوالدين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كنتم تحبوني وأنا لا أبقى معكم بل اختار الرفيق الأعلى فودوني في قرابتي من بعدي أهل ودي. فهمت؟ في المسألة هنا تكون إيه على هذا المعنى صالحة لكل عصر، ولا تكون خاصة بقى إيه بالعرب أيام النبي فقط لما قريش ومن حولهم. وإن كان سيدنا عبد الله بن عباس أراد أن يجعلها بالمعنى القريب اللي هي قريش ومن حولهم، ولكن الآية معناها أعم، وإلا يبقى مش يبقى في لينا نصيب في هذه الآية. وعلى شكل كثير من العلماء قالوا أن من علامات مودة النبي وحبه وتوقيره أن توده في قرابته، إلا المودة في القربة. وعن أبي قال أي بإسندنا المتصل عن مشايخنا جزاه الله عنا خير الإمام البخاري في صحيح قال حدثنا محمد بن بشار اللي هو العبد بندار شيخ الإمام البخاري، كان مشهور ببندار، بندار اللي احنا نقول عليها بندر الوقت، بندر يعني سوق أو مدينة كبيرة، لأنه كان يعتبروه سوق العلم يعني من كثرة علومه في المعارف المختلفة فاشتهر ببندار محمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر الهذلي البصري أيضا اللي الشهير بغندر، قال حدثنا شعبة اللي هو زوج أمه وشيخ شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن عبد الملك بن ميسرة كوفي قال سمعت طاووسا اللي هو طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى حمل الآية على المعنى العام المستمر في كل زمان. كويس. فقال ابن عباس عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. سيدنا عبد الله بن عباس ربما يكون راعى وقت النزول، لأن وقت نزول الآية لم تكن سيدتنا فاطمة تزوجت سيدنا علي أصلا ولم يكن في نسل لسه، فوقت نزول الآية ما كانش لسه في قرابة كثيرة للنبي من جهة النبي المباشر، لأن لما سئل عن إيه قرابتي قال فاطمة وأبنائها صلى الله عليه وسلم، لأن معلوم أن كل أبناء النبي ماتوا في حال حياته ولم يعقبوا، يعني لم يكن لهم نسل كل أبناء النبي إلا سيدتنا فاطمة هي التي كان النسل من جهتها وماتت بعد أبيها بستة أشهر. لما نزلت هذه الآية ما كانش لسه سيدتنا فاطمة تزوجت سيدنا علي، لأن تزوجت سيدنا علي بعد غزوة بدر سنة الثانية من الهجرة سيدتنا فاطمة، فكانوا لسه دي آية سورة نزلت في مكة. فكأن سيدنا عبد الله بن عباس بيقول مراعاة لوقت النزول يكون معناها كده. طب ومراعاة بعد كده لاستمرار الزمان يبقى يكون معناها زي ما قال سعيد بن جبير، فلا تناقض على فكرة. يعني كأن سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لو كان المعنى قرابة محمد يبقى وقت نزولها لا عمل بها، موقوفة العمل لحين ما تكبر ستنا فاطمة وتتزوج سيدنا علي وتنجب وبعدين يأتي وقت العمل. فسيدنا عبد الله بن عباس يريد أنه يبين أن الآية معمول بها وقت نزولها بطريقة، وأنها تستمر بعد ذلك عندما يظهر القرابة وليس متوقف العمل بها يعني. فسيدنا عبد الله بن عباس قال له عجلت،
يعني تعجلت بتفسيرها على سورة وأوقفت معناها وقت نزولها. فقال ابن عباس: عجلت يعني أسرعت في التفسير. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. حاميم الزخرف. وهي السورة التي تلي سورة الشورى مباشرة، يبقى سورة رقم 43 من أول المصحف بالترتيب، آيتها 89 آية، وهي سورة أيضا مكية ونزلت أيضا بعد الشورى بترتيب الورود هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد على أمة في قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة، في قوله تعالى على لسان الكفار يعني: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون. الآية الأولانية مهتدون والثانية مقتدون، فتكررت: إنا على آثارهم، على آثاري، إنا على أمة وإنا وجدنا آباءنا على أمة. أمة يعني على إمام، إمام متبع، على طريقة متبعة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون مقتدون، يعني على طريقة متبعة. يبقى الأمة من الإمام، والإمامة هي الطريقة المتبعة. وقيله: يا ربي. خد بالك، هي في آخر السورة: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. دي قراءة الجمهور، لكن قراءة عاصم وحمزة: وقيله بالكسر اللام، وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. انت المصحف بتاعنا مكتوب بقراءة حفص عن عاصم، واحنا قايلين ان عاصم وحمزة يقول وقيله، لكن لو جبت مصحف من المغرب مكتوب بقراءة ورش هتلاقيها بالفتح: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فالإمام البخاري جابها بالفتح على قراءة الجمهور. لحسن واحد يجي يقرأ البخاري يروح مصلحها وشاطب ويصلي على الإمام البخاري، لأنه مش حافظ إلا بطريقة حفص. فلا تتسرع، لا تتسرع، لأنه بتحصل. وقيله يا ربي، تفسيره: أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم. كأن بيقول إيه؟ وقيله دي معطوفة على لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله، تبقى معطوفة على السابق بس بينها فاصل، فهو بيبين لك وجه النصب، يعني وجه النصب اللي فيه، يعني لأن الواو هنا هو عطف، طب معطوف على إيه؟ أن لا نسمع سرهم ونجواهم وأن رسلنا لديهم يكتبون، ثم عدة آيات وبعدين في الآخر قال وقيله، يبقى عطف على اللي قبل كده. فهم؟ بعض العلماء ما عجبهمش الحكاية دي، قال لك لأن لما يطول الفصل يصعب العطف، لما يطول الفصل يصعب العطف، فما عجبهمش هذا التوجيه. يعني كأنه بيقول هنا وقيله تبقى منصوبة لا بالعطف، بل منصوبة بفعل محذوف تقديره ونسمع قيله وخلاص، وتبقى مش معطوفة على اللي فات. ليه؟ لطول الفصل. يبقى الإمام البخاري جاب لك القول اللي بيقول لك إن هي معطوفة على اللي قبلها واللي قبلها بعدة آيات. فهم؟ فاعترض بعض العلماء النحو وقالوا لا، طول الفصل يمنع العطف، وبالتالي احنا نقدرها انها منصوبه على فعل محذوف تقديره ونسمع قيله. وقيله يا ربي، تفسير: ايحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم. قال لك التفسير هنا، قال لك يعني زي ما قال الزركشي وكده، قال لك ليه قال قيلهم؟ هو قال قيلهم،
اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب والكسر بقى اللي هي قراءة عاصم وحمزة وقيله يا ربي وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وقيله، يبقى معطوفة على الساعة. فهمت بقى؟ تبقى معطوفة على الساعة وسهل. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، وبعدين قال بعد كده وقيله، تبقى معطوفة على الساعة. يبقى في رواية الخفض بالعطف على مخفوض، أو رواية النصب اللي هي بالفتحة بالعطف على منصوب مذكور بفاصل، أو بالعطف على فعل محذوف تقديره نسمع. يبقى القراءتين اهو قيله قيله وقيله وقيله، بمعنى قوله يعني.